انا عايز اعرف دكتور محمد. دكتور محمد، لا انت قول لي عملت ايه بالظبط، يعني ما تاخدنيش كده بالمجموع، لا قول لي بالتفصيل اول حاجه عملتها ايه وبعد كده عملت ايه بالتفصيل. اول ما لقينا الحريق صراحه توجهت للادوار العليا اللي هي كان فيها المشكله دي، لان لقينا بدا المرضى بتنزل وبدانا نخلي دور بدور بدور. حاله زوار؟ طبعا، يعني عدد كبير بينزل ما بين الزوار وما بين الحالات، فبدانا نخلي دور بدور بالترتيب، يعني الاماكن اللي كان فيها الحريق اصلا. انت بتخلي اول مرحله هم الناس الاصحاء اللي قادرين يمشوا او يجروا، بس انت بتديهم يعني مسارات يمشوا فيه. بالظبط كده، اللي هو بنوجههم السلالم الطوارئ اللي كانت دول ناس صحتهم كويسه يقدروا ينقذوا نفسهم. بالظبط دول اللي بدانا بيهم. كان بدانا بقسم الرمد، بعد كده طلعنا على الدور السادس، الدور الخامس رعايه الصدريه. رعاية الصدرية دي بعد ما أخلينا اللي هو القسم الداخلي كان في مشكلة اللي هي في رعاية الصدرية. إيه بقى المشكلة؟ المشكلة إن في الرعاية ديت كان في حالتين على جهاز تنفس صناعي وحالة على الأكسجين. فجهاز التنفس في الفترة دي طبعا مش هنقدر نشيل العيان بالجهاز بكله في حالة زي دي، فكان معايا حد من العمال وكان معايا برضو مرافقين، ما أقدرش أنكر إن هم ما كانوش موجودين، في مرافقين للحالات كانوا موجودين معانا. اول حاجه فكرنا فيها يعني هنقذ مريض هو مفروض على جهاز تنفس صناعي وهشيله من على الجهاز، طب هعمل ايه؟ ده ايه ده، قرارات صعبه جدا من ضمن الحالات. فكانت الحالات الكريتيكال زي ديت في حاجه عندنا اسمها الامبو، ده اللي احنا بنستعين بيه في الفتره اللي انا عايز انقل العيان من مكان لمكان، مش قادر انقل اللي هو الفنتليتور او الجهاز التنفس الصناعي اللي هو زي امبو وانا بنفخ بيها كده زي البالون يدوي. بالظبط كده. فده اول تفكير جه في دماغي بصراحه. فدخلتهم قعدت مع المرافقين شلنا العيان كلنا شلناه مع بعض، فصلتوه من جهاز التنفس الصناعي. فصلناه من جهاز التنفس الصناعي. اول حاجه عملتها حطيت اللي هو الامبو ده او التنفس، بدات اشتغل عليه وقعدته على الكرسي وبقينا ننقل. اول حاله دي نزلناها بالطريقه ديت، بدانا ننزله من سلالم الطوارئ. اول ما ننزل كان زمايلنا هناك كان في رعايه القلب بصراحه عملوا مجهود جبار. يعني بنسلم عيان احنا نطلع نجيب التاني وهم يشتغلوا على ده، يركبوا بقى وصلات جهاز التنفس ويبداوا يشتغلوا عليه من اول جديد.